ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت مدينة المحمدية اليوم الخميس 22 دجنبر الجاري على وقع انفجارات مدوية بأحد مستودعات شركة للغاز بمنطقة لافاليز، مشيرة إلى أن الساكنة تعيش خلال هذه اللحظات على وقع حالة من الرعب الشديد بسبب اندلاع نيران كثيفة غطت أدخنتها سماء مدينة الزهور. وإلى حدود اللحظة تسارع فرق الوقاية المدنية الزمن من أجل إخماد النيران المتصاعدة من مستودع شركة الغاز سالفة الذكر في محاولة منها لمنع انتشارها بمحيط حي لافاليز، وخلق الحادث حالة من الرعب بين ساكنة المدينة في وقت تواصل المصالح الأمنية والسلطات المحلية تحقيقاتها من أجل الوقوف على ملابسة هذا الحريق الكبير. وقال هي مروان ديك ديال الغاز نري. اشنو داكشي؟ اشنو داكشي؟ راه عافيه تما صعب على القواس الغاز ديز من تحت القواس. جيب الدوره شي حاجه تحيد لينا. جيب الدوره. البوليس هربوا. الله يلا حتى البوليس هربوا. Thank you.